وش العين حق؟ هل جاء ذكرها في الكتاب والسنة؟ قال تعالى: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. المشركين كيشوفون النبي صلى الله عليه وسلم العينين ديالهم في الآية الأخرى تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. شتوا العينين كيديروا ديال اللي قهضوا على الإسلاميين؟ أنا هذا كي نقرا هذه الآية تعرف شكون اللي يجي، شكون اللي يجي لي في الراس؟ شكون هو؟ شكون هو؟ نقرا هذه تدور أعينهم، دور العينين تاعهم يا رب يخرج منهم النووي اللي ما محصنش مشى. شكون هو منين نقرا؟ نقولها لكم انا اللي قلتها. شنو منين نقرا تدور اعينهم كالذي يغشى عليه الموت؟ يبان لي شكون هو الصائب، صائب عريقات كبير المفاوضين في فلسطين. ليني منين يهضر الرئيس الاسلامي؟ وربي ربي 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 اشحة على الخير. لطيف لطيف. كي نقرا يبان لي العينين ديالو في الراس يدوروا، نقرا الايه ويبان لي هو. نقول له سعداتك راك في الله في القران. من مات وليس في عنق بيعه مات ميت الجاهليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم. واش الحسين رضي الله عنه حينما خرج على يزيد بن معاويه واش خرج على الجماعه ولا؟ هذا كلام كثير وهذا فيه اجتهاد. وسيدنا الحسين لم يخرج عن الامام لان الحسين هو الاخر بويع اماما. هذه مساله اخرى. وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقط. هذه مساله تاويل ان شاء الله ما بين فئتين من المؤمنين تقاتلوا اجتهادا. وهذا ان شاء الله قتلهم كلهم ان شاء الله تعالى مسلمين، لان ربك يقول لك وان طائفتان من المؤمنين. حماس فرضت نفسها بموقف رجالتها والمؤمنين.